نبدا السؤال، يجاوب ياخذ. من اول مؤذن في الاسلام؟ من اول مؤذن في الاسلام؟ والله نسيت اسمه يا اخي. والله اني دحين ناسي يا ولد. تضربتني في الجرح دحين والله. جاوب وخد. والله نسيت اسمه يا اخي. ايش اسمه؟ ابوي دام من الابتدائي يا اخي، والله نسيت اسمه. غير السؤال. من اول مؤذن في الاسلام؟ هو خال همزه. غير السؤال. والله خال اذكر. لا يا شيخ. حمزه بن ادريس. لا حمزة من إدريس، حمزة مهاجم الاتحاد.